وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية باعتبارها المكلفة بتحضير الظروف المادية والبشرية للقيام بالعملية الانتخابية وفرت كل الإمكانيات اللازمة المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية القادمة. يوم الأربعاء سوف تفتح المراجعة الاستثنائية لمدة 15 يوم طبقا لقوانين قانون الانتخابات، ويمكن لكل مواطنين ومواطنات الذين بلغوا سن 18 سنة أنهم يتقدموا إلى مختلف المصالح البلدية لقيام بتسجيلاتهم، وكذلك الفئات الأخرى المعنية بهذه المراجعة كالمواطنين الذين غيروا مقر سكنهم أو المواطنين الذين لم يكونوا سجلوا أنفسهم من قبل. إذن هي فرصة مواتية ندعو من خلالها المواطنين والمواطنات الذين معنيين بهذه المراجعة الاستثنائية أنهم يتقدموا من المصالح البلديات للقيام بهذه عملية الخاصة بتسجيل أو تغيير مقرات الإقامة. وأقول كذلك بأن من منطلق استعمال هذه التكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاعدة البيانات الموجودة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يمكن لكل مواطن جزائري أن يدخل في هذه القاعدة، قاعدة المعطيات، للتأكد من مقر أو من مكتب الانتخاب والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها. هذه هي النقطة اللي حبيت باش نقدمها لكم في ما يخص هذه المرحلة من العملية، من تحضير العملية الانتخابية. qui font la propagation des discours populistes, qui encouragent nos jeunes à la Harga. Donc là, on revient au thème du forum. Vous ne nous avez pas précisé par contre ce qu'il a été du traitement réservé à l'ensemble de ces réseaux. Comment le ministère a eu, quelle est la réaction de votre département concernant ces réseaux? Je l'avais bien précisé. Il faudrait que je revienne à mon discours pour vous donner exactement ce que je voulais dire. D'accord. Alors je ne vais pas revenir maintenant. D'accord. Pour que je sois précis dans ma réponse. Deuxième question. Qu'en est-il de la création du Conseil national de la jeunesse prévu par la Constitution? Donc on sait que l'opération est engagée sur le terrain. Mais où est le processus? Moi, je pense que le processus de ce Haut Conseil de la jeunesse et sur le plan de sa mise en place est très avancé. Maintenant, vous savez très très bien que le Haut Conseil, l'installation du Haut Conseil revient à la décision de son Excellence le Président de la République. احنا نتمناو بان كل هذا، انا قلت قبل بان هذه التوصيات وهذه هذا التوجه الذي خرجنا به من هذا اللقاء سوف يساعدنا على تجسيد كل هذه الاقتراحات ميدانيا، ومن بين هذه الاقتراحات الامر الذي اقترحت او تطرقت اليه. تفضلي مدام. خوف من هلاك البعض، كيف انت
نحن شركاء، نحن نعتبر أنفسنا شركاء كهيئات رسمية دستورية مسؤوليتها تحضير وإنجاح العملية الانتخابية، مرافقين دائما وفي الإصغاء دائما لاقتراحات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات اللي هي هيئة دستورية، وسنواصل العمل معها مرافقين بعضنا البعض لإنجاح هذه العملية. ونظن يوم الثلاثاء عندنا لقاء كذلك زيادة على اللقاءات، لأن كانت عندنا هيئة بين وزارة الداخلية والجمعيات المحلية والهيئة العليا تجتمع دوريا، واجتمعنا في كثير من اللقاءات. وبمناسبة الانتخابات الرئاسية سوف يكون لنا لقاء بمعية وزارة العدل والهيئة العليا من تحت إشراف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وسوف نتدارس مثل هذه الحالات والوضعيات التي تكلمتم عليها. ونحن نعرب كذلك عن استعدادنا، وهذا تطبيقا لتوجيهات سيد رئيس الجمهورية لهذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لنكون في مستوى هذا العرس الجزائري المتمثل في الانتخابات الرئاسية. سي بون زغير كاين 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 حزب التجمع الجزائري، حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطن، كاين جبهة المستقبل، كاين حزب النصر الوطني، كاين طلائع الحريات، حزب طلائع الحريات، وكاين ثلاث مواطنين أو ممثليهم أحرار تقدموا على مستوى وزارة الداخلية لسحب الاستمارات الخاصة بالتوقيعات. ثلاث أحرار والأحزاب اللي ذكرتهم عليك خمسة في كل ساعة كاين ممكن، وحنا نتكلم معاكم كاين شخصيات أو أحزاب أخرى التي تحب نعيدها عليك ونعيدها عليك. فيما يخص الأحزاب، حزب التجمع الجزائري، حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطن، حزب جبهة المستقبل، حزب النصر الوطني، حزب طلايا الحريات، الأحرار، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست أحزاب، ست قوائم أحرار أو ست مترشحين. نعود لكم لكم اسكو نو باسكو جافي ان ايطار ايتي ا 13 اور افون دو رونتري شي فو زعما بور كون سوا لا اوتور دو ا نيفو هذا الرجال جابوا لي الورقه هذا نعاود لكم من دار جديد نعاودهم لكم صح. جبهه المستقبل، حزب النصر الوطني، طلائع الحريات، حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطن، هذو فيما يخص الأحزاب. الأحرار، شكون؟ التجمع الجزائري، الأحرار،
كاين ست قوائم حرة، ست شخصيات تقدموا لسحب الاستثمارات الخاصة بالانتخابات، ستة أحرار وخمسة أحزاب. تفضل دوك نرجع. Je veux revenir au forum qui était très très intéressant parce que pour la première fois on ouvre vraiment une parenthèse devant ce phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. J'ai retrouvé de ce forum l'organisation de la proposition, c'est une proposition de la mise en place d'un observatoire pour l'insertion socio-économique. La question que je vous pose, monsieur le député, est très très directe. Vous me répondez directement et franchement. Vous pensez que votre gouvernement est capable d'offrir un toit décent et un poste d'un autre droit pour justement résorber cette problématique de Je ne suis pas bien sûr. Vous pensez que votre gouvernement est-il prêt justement pour résorber ce problème, ce phénomène de Rabaga, d'offrir un toit décent et un job de travail pour ces jeunes pour atténuer les circonstances et mettre un terme à ce phénomène? Je vous remercie. D'abord les recommandations. Il faudrait savoir que c'est des recommandations qui émanent, qui viennent de cette force de proposition qui est la société civile, les experts, les professeurs et les représentants de la presse qui ont assisté aujourd'hui au niveau, enfin aujourd'hui hier dans cette rencontre. Bien sûr, c'est un défi. Il n'est pas d'aujourd'hui. Notre défi, c'est d'accompagner notre jeunesse. Et nous n'avons pas d'autres priorités. Nous avons notre jeunesse qui est au cœur de toutes les stratégies qui ont été initiées par son Excellence le Président de la République. Gouvernement, travail, tout secteur confondu, à mettre en place et à mettre en œuvre ces recommandations. Et c'est des décisions du gouvernement. Non, il y a des imperfections. Nous travaillerons à les mettre, à les parfaire et à les adapter, à les adapter aux recommandations qui ont été, proposées par ce forum. Mais je reviens, monsieur. Allez-y, madame. Ah, vous avez besoin de... Oui, parce que là, vous avez... Excusez-moi. Hier, vous avez parlé de... Attendez, on va passer à gauche, madame. Faites-les, soeur. Hier, vous avez parlé Faites-les, soeur. De... Alors, vous voulez revenir un peu sur les chances électorales. M. Delbel a fait dire أولاً شكون اللي كان يشكك في أن مؤسسات الدولة ومصداقيتها فيما يخص المواعيد الانتخابية لا تحترم؟ اللي كان يشكك في هذه القيم الجزائرية الدستورية التي جاءت نتيجة تضحيات ونتيجة مسارات إصلاحية طويلة أوصلتنا إلى أن الجزائر بمؤسساتها تحترم مواعيدها الانتخابية. فشخصيا لم أشكك أبدا في أن المواعيد الانتخابية للجزائر سوف تحترم وأن كل العمليات الانتخابية تنظم في أجالها طبقا لدستورها وقوانينها. ال
الهيئة تاع سي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات سوف كما قلت نعمل معها مرافقين لبعضنا البعض لأن يكون هذا الموعد الانتخابي في مستوى طموحات المجتمع الجزائري وإنجاحه هو إنجاح للجزائر عامة وإنجاحه هذا معناه بأن الجزائر سوف تعيش عرسا جديدا ديمقراطيا من منطلق تطبيق قوانين الجمهورية كذلك تطبيق والعمل مع هذه الهيئة العليا التي هي إضافة إيجابية بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. Je m'excuse parce que je n'ai pas répondu en français. Je n'ai pas entendu des gens qui ont appelé. Voilà, donc, Il y a des chercheurs dans ce forum qui pensent que l'Union européenne fait du chantage à l'Algérie pour un accord de mobilité, parce que l'un des facteurs importants de la Haga, c'est que les gens sont empêchés de sortir par manque de visa. Et donc, ils pensent que si l'Union européenne accepte un accord de mobilité, il faudrait que l'Algérie s'aide sur les centres de rétention. هذه المراكز التي اقترحتها بعض الهيئات الدولية أو الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي الإجابة نتاعها القوية والرسمية كانت منذ عدة أشهر بأن الجزائر من منطلق مقوماتها ومن منطلق العمل الذي تقوم به بالنسبة لهذا الملف الهجرة غير الشرعية متمسكة وترفض رفضا قاطعا أن تكون لهذه المراكز وجودا لها على الأراضي الجزائرية. الجزائر تعمل وترافق هؤلاء المهجرين أو الغير الشرعيين خاصة من بلدان إفريقية في إطار الاتفاقيات وفي إطار التعهدات وفي إطار ما التزمت به الجزائر مع المنظمات الدولية وخاصة المتعلقة منها والخاصة بحقوق الإنسان. سيدة غنية وكازي كنت معنا في طمراس وشفتي بأن مجهودات كبيرة بذلت إمكانيات ضخمة أنجزت لإنجاز مراكز راحة ومراكز استقبال ظرفية للسماح ولنا بتطبيق هذه الاتفاقيات وأن يرجع هؤلاء لبلدانهم طبقا للاتفاقيات التي أمضيت مع حكوماتهم مع بلدانهم. ونحن في هذا التوجه وأقول مرة أخرى ما كانش لي يعطينا دروس في ما يخص هذا القيم التي متجدرة في المجتمع الجزائري. هذا المجتمع الجزائري المتجدرة فيه حتى ما قبل الاستقلال لأن الجزائريين عاشوا هذه الظاهرة وعاشوا هذه المحن وعاشوا هذه المصاعب في سنوات الاستعمار وهجروا كذلك إلى بلدان المجاورة وعانوا كذلك. فمن بين هذا المنطلق تؤكد السلطات العمومية الجزائرية على ضرورة الاحترام لهؤلاء بتوفير لهم كل الإمكانيات اللائقة. تفضل سيدي. أولا الأمور التي ربما لم تتكلم عليها الورشات هي هذا المنظومة القانونية الموجودة حاليا بالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة. طبيعة الحال من بين التوصيات أو إحدى التوصيات لمحت
إلى هذه القضية، وسوف على مستوى الحكومة بمعية السيد وزير العدل سوف نقدم، لأن تطبيق هذه التوصيات تهم كل الحكومة وكل أعضاء الحكومة. تكلمنا على قطاع مرتبط بالعدالة، قطاع مرتبط بالثقافة، بقطاعات أخرى. سوف كما قلت نجعل ميكانيزما أو هيئة قطاعية مشتركة لإيصال هذه التوصيات بكل أمانة.